اختتمت أعمال مؤتمر فكر العاشر لمؤسسة الفكر العربي في دبي بتوزيع طبعا جوائز الإبداع العربي 2011 الذي تنظمه المؤسسة سنويا توازيا مع انعقاد المؤتمر بحضور الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي وكبار المفكرين والمثقفين العرب. طبعا المؤتمر هذه السنة تمحور حول التغيرات التي تشهدها الساحة العربية منذ بداية العام الجاري وملامح مستقبلها. أيضا المؤتمر سلط الضوء على أهم الأحداث المتسارعة في الوطن العربي وعلى رأسها التحديات الاقتصادية وتأثير الواقع الحالي على العلاقات بين الدول العربية والحراك السياسي ومستقبل الأنظمة العربية بعد الربيع العربي. اليوم راح نختم تغطيتنا للمؤتمر الفكر العربي أبرز محطات المؤتمر والختام في هذا التقرير لدانا أشكر. هذه المؤسسة تزخر برجال أكثر مني مقدرة وأكثر مني اهتمام وأكثر مني إصرار على الإبداع، وأقل ما نقدمه للإبداع أن نقدم المبدعين للوطن العربي وللمواطن العربي، وأن نشكر هؤلاء المبدعين على إبداعهم، فهذا أقل ما نقدمه لهم. نحن أحوج ما نكون اليوم للمفكرين للمثقفين وللمبدعين. بهذه الكلمات البسيطة المعبرة اختتم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مؤسسة الفكر العربي الذي استضافته مدينة دبي مؤتمرها الفكري العاشر لمدة 3 أيام متتالية. في 7 جلسات ساخنة شارك فيها مفكرون ومثقفون ومبدعون من 17 دولة عربية، ناقشوا 24 سؤالاً وجاء خاصا بالثورات العربية أو ما يسمى الربيع العربي ليكون محور مؤتمرها السنوي العاشر فكر تحت عنوان ماذا بعد الربيع. هي محاولة لاستشراف ماذا بعد الربيع. مؤسسة الفكر العربي هي مؤسسة ثقافية فكرية وليست سياسية، لذلك كان موضوعنا محاولة لفهم ما حصل. في كثير من الأحيان كان هناك تساؤل عن ما هو دور المثقف العربي فيما سمي بالربيع. نعتقد أن المثقف العربي والمفكر العربي يجب أن يكون في مقعد القيادة وليس أن يفاجأ بما حدث. يبدو أن كثير من المثقفين والكتاب العرب فوجئوا بهذا الربيع. الآن هذا التغيير حدث في كثير من الأحيان بالقوة وفي كثير من الأحيان ضد عكس ما كانت تريد الحكومات. نحن نطالب أن يكون صوت الإنسان في الشارع مسموع وأن يكون للمثقف دور. جاءت المشاركة في أولى الجلسات حاملة رؤية شبابية، وتضمنت جلسات العمل طرح مشاريع وأفكار جديدة وتجارب استثنائية من شأنها أن تحدث وقعا إيجابيا في مجتمعنا العربي وأن تشكل مصدر إلهام للشباب العربي. من خبرتي أو من حطي اثنين مع بعض، كيف أنا احلمت أني أتسلق وعرفت أنه راح يكون إشي صعب جدا ونربطه مع الربيع العربي، إشي إحنا كنا ونحن صغار ما بنحلم بإشي زيك أو كنا نحلم نكون شغلة زي هيك، بس الخوف اللي كان ماسكنا كتير ما كان مخلينا نقدر أصلا نوصل لدرجة هاي الحلم. وهلأ الإشي عم بيصير ب3-4 دول عربية فتحقق الحلم بالنسبة لناس كتير. كقراءة لمستقبل الأنظمة بعد الربيع العربي، حاول المشاركون في جلسات اليوم الثاني الإجابة على مفهوم بلورة الحراك السياسي العربي بين الدولة وتحدي لا دولة. أنا أقرأ المستقبل العربي في إطار التغيير الجذري اللي والتدريجي، هو تغيير ثوري ما فيش كلام، وحيكون تدريجي بمعنى أنه كل البلاد العربية سوف يتلو بعضها البعض. التغيير حيكون واضح جدا في عدد من البلدان خصوصا الجمهورية،
وحيكون أيضا موجود في الدول الملكية ولكنما بتدرجية معينة، خصوصا لاختلاف الوضع الاقتصادي فإنما كله حيتغير. ختم رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل النقاشات حول تسمية الربيع العربي التي لازمت معظم مداخلات المشاركين في منتدى فكر العاشر بتأكيده اتفاق المتحاورين على أن الربيع انطلق. إذا كنا اختلفنا في جلسات هذا المؤتمر على تسمية الربيع العربي فنحن ولا شك أعلمنا في هذا المؤتمر وبصوت عام بأن ربيع الفكر العربي قد بدأ. ختم المؤتمر جلساته الحوارية بجلسة لخص النقاش فيها مجمل ما قيل في الجلسات السابقة، ومن خلالها كانت محاولة لرسم الصورة المستقبلية للبلدان العربية وللإجابة عن سؤال المؤتمر الأساس: ماذا بعد الربيع؟ 4 دكتاتوريات سقطت والخامسة في الطريق إلى السقوط إن شاء الله. فكان الهواجس المنتدين والذين شاركوا هو ماذا سيتم بعد هذه الثورات. الشباب أنجزوا الثورات، الناس بدأوا يتجهون إلى ثقافة صناديق الاقتراع، لكن التحدي لم ينتهي بعد. هناك تحديات تنموية وتحديات ثقافية وتحديات سياسية مختلفة تنتظر هذه الأجيال، كيف سيتم معالجة هذه الأمور وهذه التحديات التي تنتظر هذه الثورات. كان فينا متفائلون وكان فينا غير متفائلين. درع تكريمي براءة الجائزة إضافة إلى $50,000 هو ما حصل عليه كل فائز بجائزة الإبداع العربي. من ناحية أخرى حجبت جائزتا الإبداع الاقتصادي والإعلامي لهذا العام وأهم كتاب عربي. الجائزة هذه استحدثتها المؤسسة في عدة مجالات فكرية وثقافية وعلمية، وتعطى بشكل سنوي، وهي تقدير من المؤسسة للمبدعين في أمتنا العربية، لنعتقد أنهم كثر ويحتاجون تسليط الضوء عليهم، لأن أعمالهم تؤثر على مجتمعاتهم وعلى أمتهم بشكل عام. وهذا الهدف من المؤسسة، من أهداف المؤسسة، تكريم وإبراز كل من يبدع في منطقتنا. ولكنها يعني عبر السنوات الماضية أثبتت هذه الجائزة أن لها مصداقية وفي نزاهة في طبيعة العمل، مثل ما أنت شايفة اليوم أنه حجبت إحدى الجوائز ونظرا لعدم ارتقاء الأعمال اللي قدمت. هذا لا يعني أنه لا يوجد عمل في هذا المجال جيد، ولكن يكون الأعمال اللي قدمت لا ترقى لمستوى الجائزة. كانت أجواء المؤتمر في داخل صالاته الفسيحة أشبه بفضاءات العالم العربي المتغير والذي يثير تعجب وإعجاب العالم أجمع. هذا التبادل الفكري بتنوعه كان هدف مؤتمر فكر العاشر، وقد نجح في تحقيقه إلى درجة كبيرة.